السلام عليكم اخوتي المغاربه، جمهور ديال السلاوي العزيز، تحياتي لكم مغاربه اللي خارج الوطن وداخل ارض الوطن. الله يكبر بكم والله يسهل عليكم وتوحشكم. وكنت باغي نعاود لكم قصه ولكن من بعد، ماشي مشكل دابا، غادي نخليها لكم حتى الغدا ولا بعدو، ما مساليش دابا، مشغول شويه مع اخويا قنبر. خويا قنبر راه جاي لعندي مسكين، هو مونطاجين باش غادي نمشيو نطلعو على خويا بنت زوط، هو قيلا جاي حتى خويا نوف المكناسي. غادي ان شاء الله غدا غنكونو عند بنت زوط. اللي بغيت نوضح لكم اخوتي المغاربه هي ان من نهار بديت في يوتيوب، وشي ناس، ماشي شي ناس، بزاف ديال الناس كيسولوني واحد السؤال في التعاليق، بزاف ديال الناس كيسولوني، وانا خلى لكم مفاجاه، وما عمري ما جاوبتكم على دوك التعاليق، وما عمري درت على هذه القضيه شي قصه. فانا عندي واحد الصديق عزيز عليا اللي هو لا تا هو تاب بجهد الله، ولد مكناس، يونس حيده، والقناه ديالو سميتها يونس حيده، حتى هي بالفرنسيه، كتب يونس حيده غيطلع لك يونس حيده. هذا جمهور ديال السلاوي العزيز، وهاد القصه وهذوك الاسئله اللي كنتو كتسالوني في التعاليق، هادي تقريبا عام ولا 8 شهور ولا هادي. فهاد الصديق ديالي انا عطيتو هاد القصه هادي يعاودها، علاش؟ نظرا لان حتى هو عزيز عليا وعارف الحكايه ديال القصه من الاول ديالها حتى الاخر ديالها وبالتفاصيل ديالها وبلا ديطاي ديالها كاملين. فانا كنقدم التحيه لخويا يونس حيده المكناسي اللي راه كان ديجا بان مع واحد الفيديو مع بابا احمد مكناسي. فانا عطيتو هاد القصه هادي، هو طلب مني ملي تاب، هو كان متبع القناه ديالي قبل ما يدير القناه ديالو، وكان تيقرا داك التعاليق اللي بزايد، وما عمري ما حكيت على ديك القصه. فهو ملي دار القناه ديالو وكذا وهادي، قال لي اخي اسمع احمد، واحد القصه راه الناس كيطلبوها منك بزاف في التعاليق، وما عمرك جاوبتي عليها لا في التعاليق ولا في الفيديو. فانا كنطلب بحكم هو حافظها مزيان وعارف المسائل ديالها كاملين، فطلب مني انه يعاودها للجمهور الكريم ديالو وديالي. وانا خوتي المغاربه، الجمهور ديال السلاوي، انا هذا الفيديو غنلوحو لكم دابا شويه، كنطلب منكم ما بين مع السبعه وما بين السته ولا السبعه ديال العشيه، 100% السبعه ديال العشيه، القصه راه موجوده ومصوره. خويا يونس حيدر كان تيتسنى غير هاد البيبليسيتي اللي غندير ليه، حيت انا عارف بزاف ديال لي فان ديالي اللي باغيين يسمعوا هاد القصه هادي، وهو مستعد يعاودها لكم بالحذافير ديالها. سمعوني اخوتي المغاربه مزيان، الاسم ديال القناه يونس حيدر الفرنسيه، وهاد الدري هذا يونس حيده، ولد باب جديد، ولد المد، ولد المدينه القديمه، ولد مكناس وصديقي وعشيري، ودوز معايا وعندي معاه هيستوارات. فانا تنحييه وبغيتكم تدعموه وبغيتكم تدخلوا تشوفوا هاد القصه ديال السلاوي اللي تقريبا هادي شحال وانتم كتسولوا عليها. فغنخليها لكم مفاجاه حتى تدخلوا مع السبعه العشيه عند يونس، خويا عند خويا يونس حيده، وغتسمعوا هاد القصه هادي وغادي تفهموا كلشي. وباش ما يمشيوش شي وحدين غالطين، شي متتبعين غاديين واحد الفكره غلطه، انا ديجا كنت عاود على واحد القصه وحده اخرى ويمكن لهم تشابه لهم بها، فهذيك قصه بوحدها وهذه هي القصه الحقيقيه اللي كاينه، وهذيك قصه كاينه، ولكن هذه القصه ديال الاسئله اللي كتسولوني عليها، اللي كيسولوني عليها بزاف ديال المغاربه، وكيجاوبوهم شي، وكنشوف شي وحدين كيجاوبوهم في الردود، ولكن ماشي هذاك هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو اللي كاين عند خويا يونس حيده في العشيه مع السبعه ديال العشيه ان شاء الله. انتظروا القصه في قناه يونس حيده، ومرحبا بكم على الراس والعين، وهذيك هي القصه الحقيقيه، ومرحبا، تبعوها وجاوبوني، وكنتسنى التعاليق ديالكم، وكنشكركم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن، خوتي الجزائريين، خوتي الموريتانيين، خوتي اللي في العالم كامل، تنحبكم وتنموت عليكم. السلام عليكم اخوتي، الف مرحبا.